يعقم فريق طبي بمبيدات حشرية حظيرة صغيرة في إحدى قرى محافظة ذي قار الجنوبية في العراق، في مشهد أصبح مألوفا بسبب ارتفاع غير مسبوق في إصابات حمى القرم الكونغو النزفية. الأرقام تتكلم عن نفسها، فمنذ كانون الثاني يناير سجلت البلاد 111 إصابة بين البشر بالمرض، بينها 19 وفاة وفق منظمة الصحة العالمية. الحمى النزفية هو مرض فيروسي حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة. الأعداد المسجلة الآن لا تقارن بأي عام منذ أن دخل المرض إلى العراق عام 1979 وإلى يومنا هذا. اكتشف الفيروس للمرة الأولى في العام 1979 في العراق، وهو يسبب الوفاة بنسبة تراوح بين 10 إلى 40% من الإصابات. الجواميس والبقر والماعز والغنم هي الحيوانات الوسيطة في نقل الفيروس إلى الإنسان، وبحسب منظمة الصحة العالمية تقع العدوى إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة. هناك خوف شديد من ازدياد هذه الحالات في فترة العيد، وذلك بسبب ازدياد عدد الذبائح التي تذبح، وكذلك اتصال الناس الكثير باللحوم، لذلك متوقع في فترة العيد من ازدياد هذه الحالات. لا يقتصر هذا الفيروس على العراق، فهو يسجل إصابات أيضا منذ سنوات في البلقان، كما في السودان وناميبيا وإيران وتركيا، وشهد ارتفاعا ملحوظا في أفغانستان في العام 2018.